غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد زيارة رسمية التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وتم التوقيع فيها على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار. كما أجرى سموه خلال الزيارة مباحثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، ومعالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن، وعدد من كبار المسؤولين.